لو حد مهووس بحد بالشكل ده وبيطلع صور مش بتاعتها وبيطلع صفحات مش بتاعتها وبينزل رقم تليفونها على السوشيال ميديا ونزل عنوانها على السوشيال ميديا، شخص مهووس او مريض نفسيا. انا عايزه اعرف راي الطب النفسي في القصه دي ايه. معايا دلوقتي الدكتور وليد هندي، استاذ الصحه النفسيه. يا دكتور يا مساء الفل يا استاذه اميره، تحياتي ليكم. انت دائما وابدا بتحط ايدك في بيت العنكبوت، عيش الشبابير وبتطلعي كل الدوار المصروفة عنها. يا دكتور اهلا وسهلا بيك. دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. طيب لو حد مهووس بحد، نعم، وبعدين يقول له انا، هو بيقول لها ايه القصه اللي عندنا هنا؟ ايه منال وقصتها مشهوره على السوشيال ميديا معانا. ابن عمها مهووس بيها، راجل اكبر منها في السن، عنده 56 سنه، عامل صفحات، هي مش راضيه تتجوزه واهلها رفضوا، عمل صفحات على السوشيال ميديا باسمها بيشوه صورتها، منزل عنوانها، منزل ارقام تليفوناتها، معرضها هي واولادها وعيلتها كلها للخطر، وكل ما يتكلموا معاه يقول لهم جوزوها لي. طيب اكتشفنا انه مش بيعمل معاها هي بس كده، ده بيعمل معاها ومع غيرها. نعم. ايه الشخصيه دي يا دكتور؟ ايه ده؟ في بعض الشخصيات المرضى اللي موجودين على السوشيال ميديا، ده مرض، ده هوس. الناس يعني الامراض النفسيه اللي قاعده ورا تليفوناتها واحنا مش شايفينهم. ايه المرض ده يا دكتور؟ صوت حضرتك بيقطع يا دكتور، لو بس تقف في مكان فيه شبكه. بقول لحضرتك خلينا نتفق ان السوشيال ميديا بقت مسرح لاسقاط كل عوراتنا النفسيه. وللاسف الشديد بقت تطل علينا الرؤوس القبيحه بكل السواد اللي جوه قلوبها ونفوسها وعقولها وسلوكياتها من خلال السوشيال ميديا. فبقينا قاعدين عرضه لاي حد مريض وعنده عوار نفسي بيجي لنا من كل حدب وصوب. المشكله اللي حضرتك بتحكيها انا اولا بحييك عليها، لان 95% من قضايا الابتزاز الالكتروني لا يعلن عنها، ودايما الجانب يعتمد ان الضحيه ضعيفه وملهاش صوت مسموع وهيجي لها شعور بالخزي او العار لو اتكلمت. أيوة. فبيقرص عليها. دايما الشخص اللي زي ده شخص سيكوباتي، مجرم اجتماعي، منتهك للقيم، مخترق للاعراض، مدنس للاعراض، بيحاول بقدر الامكان ياخد كل لذاته ومكتسباته ورغباته بغض النظر عن ما تخلفه من ضحايا او من اثار نفسيه للاخرين، وهو مش عارف ان هو بيوئدها نفسيا. وجنب ان هو انسان سيكوباتي واناني وطماع وجشع وما يهموش غير نفسه، يبقى عنده نزعه ساديه. أيوة. يبقى عنده متعه بتعذيب الاخرين وهم بيشوفهم بيتلووا، بيلاقوا كل الوان العذاب والالم النفسي هم واهاليهم، في التوسل، في الرجاء، في التودد، في التخبط، ومش عارفين يروحوا يعملوا ايه ولا يلجأوا لمين. فبيستمتع بده بدليل ان هو بيمارسه مع اكثر من ضحيه. الانسان المجرم الاجتماعي دوت لازم قبل ما تروح للقانون، وفي قانون 2018 سنه 2018 ينزل بيه العقاب، انما الاهم تروح للقانون الاجتماعي، تعمل له تجريس اجتماعي، تكلم عيلته، تكلم مراته، تكلم اللي حوله منه، تكلمه في شغله، لانه لازم يجرس اجتماعيا. ما هو موقوف في الشغل بتاعه، لان هو طبعا شكله عامل مشاكل كتير، فموقوف في شغله. انا مش عارفه لو موقوف شغله بيكسب فلوس منين، طب بيجي عنده دخل منين؟ ما هو خدي بال حضرتك، البعض ممكن يستغل الابتزاز الالكتروني في سبيل الحصول على مكتسبات ماديه. طبعا يعني طبعا بمقابل، وده طلب منك فلوس قبل كده يا منال؟ لا خالص، لا هو عايز يتجوزك بس. ها طيب، هو بيطلب من ناس تانيين فلوس، بيطلب من ناس تانيين فلوس. ستات طبعا يا فندم، طبعا، لان خدي بال سيادتك يا استاذه اميره ان معظم المبتزين برضه بيبقى شخصيه براجماتيه نفعيه، اهم حاجه عنده الماده، وياخد مقابل الفلوس اي حاجه. فبالتالي المبتز دوت لما بينجح مره ده بيقويه وبيقوي شوكته وبيخليه يعتاد السلوك ويمارسه بكل اجرام وكل احترافيه وكل ضمير ميت وجدانه ما بيتهزش. في ما بيتهزش خالص قدامه. ضميره ما خالص. ضميره ما بيوجعوش ابدا يعني؟ إطلاقاً. يعني هو راجل عنده 56 سنه، يعني لا. يعني مش هيعيش قد ما عاش. صحيح. ده ما بيخافش، ما عندوش احساس بالخوف ما يقابل ربنا. وعلى راي اخواتنا الخليجيين، يا اخي استحي على وجهك، يا اخي استحي على شعرك الشايب الابيض، يا اخي استحي على عمرك،
المتقدم المفروض يبقى فيه نوع من الوقار. عايز اسالك سؤال تاني يا دكتور وليد، الواحد بقى يشوف شخصيات عندها استمرارية في الأذى، قادرة تستمر وعنده طاقة للأذى مستمرة مستمرة مستمرة، ما بيزهقش ما بيتعبش. صحيح. ايه الطاقة دي جايبة منين؟ حضرتك في شخصيات سوداوية، الشخص السوداوي ده اتكونت ازاي؟ الشخصيات السوداوية دي ازاي اتكونت؟ ده بيتكون من بيئة جافة. يعني ايه بيئة جافة؟ لا فيه اهتمام ولا فيه رعاية ولا فيه حب ولا فيه حنان. بيئة حسودة، بيئة فاسدة، بيئة حقدة، بتزرع السواد دايما جوه قلبه. حاول يحب مرة وفشل واثنين، بيعاني من نبذ اجتماعي، بيحاول يعبر عن ذاته لانه عنده انخفاض في السيلف كونسبت او مفهوم نحو ذاته، فبيعمل تعويض نفسي ان هو ينال من الاخر، مش عارف يبقى زيك فينال منك، يمشي يبث سمومه وينشر حقده، ويحاول بقدر الامكان يسيطر على اللي قدامه بكل نزعات الخوف والرعب والقلق. عارفه لو مش قادر ينال منك يصير حول منك شائعات ويطلع افكار مغلوطه. نهايتهم بتبقى ايه يا دكتور زي؟ اولا ليهم علاج ولا لا؟ يعني هل واحد زيه كده ممكن ان هو يقدر يتعالج؟ مفيش حد بيتعالج في سن على قبر الا لو اراد، لو هو اللي عاوز يغير من شخصيته ووقف قدام مرايته وشاف وجهه القبيح والقميء والقذر. بيبقى شايف وجهه ده اصلا ولا ما بيبقاش شايفه؟ معظم السيكوباتي والبراجماتي والسادي مش شايف ده، ده بيستمتع بده. وازيدك من الشعر بيت كل سنه بتمر عليه بيجود في اللي بيعمله، بيعيد وبيزيد وبيحاول يتلاشى كمان بعض. نهايتهم عادة بتبقى ايه يا دكتور وليد؟ اسود من قرن الخروب. شفت ناس منهم ميتة في شقق ومقفول عليها بالشهر ومحدش حاسس بيها، وناس منهم ماتت على طرق وبيلموها اشلاء مش عارفين يجمعوها. أيوة. وناس ثالثة صحيح، وناس ثالثة ماتت مش لاقية بق مية تشربه، وناس رابعة ماتت بجحود اولادها وبنكرانها واترموا في اماكن مسنين. نهاية سودة. يا استاذة أميرة، الدنيا دي عاملة زي السوبر ماركت، خدي اللي انت عاوزاه من على اي رف. أيوة. بس تأكدي وانت طالعة لازم تدفعي الحساب، الكارما، لازم تقفي على الكاشير. طبعا. صحيح. فدي الناس دي مفتقدة البصيرة، مش شايفة دوت، ربنا عامي على قلوبها وبالتالي انعكس في كل سلوكياتها. يعني انا اتمنى ان هو يعني يتعذب في الدنيا وفي الاخرة، اللي زيه ده هيتعذب في الدنيا وهيتعذب في الاخرة. لا اه طبعا اكيد، لان هي كيا، هي اصل هو يعني كل حاجه بتعملها بتترد لك بالظبط. صحيح. لا اقل حاجه ولا اكتر حاجه، زي ما عملت زي ما هات، زي ما زرعت زي ما حصدت. فاحنا بس كنا عايزين نفهم نفسيه الشخص السادي المؤذي ده بتبقى عامله ازاي. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال اخير. اتفضل. هل الشخصيه الساديه دي اللي بتاذي من بعيد لبعيد من غير ما يتمسك عليها حاجه، هل ممكن في وقت من الاوقات او في يوم من الايام تاذي بشكل مباشر، هي شخصيا تاذي حد جسديا أو, او 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 توصل لمراحل يعني اقوى من كده؟ طبعا يا فندم، بدليل اللي احنا شفنا بعض الجرائم زي السفاحين على سبيل المثال، قد ايه بيستمتع وهو قاعد بيقص شعرها وهو بيجلدها وبتنزف دم وهي بتتوسل ليه بالدموع ان هو يرحمها. طبعا بيأذي بشكل مباشر. وحضرتك عاوزه تقنعيني ان كل الجرائم اللي بنشوفها اللي فيها فحل وضرب وتعذيب، يعني احنا ممكن لو دورنا وراه نلاقي بلاوي تانية؟ طبعا ده نلاقي حاجات تانية. انت هتفتحي نفق مظلم مليان بشياطين الانس اللي جواه، اللي هي اشد ضراوه من شياطين الجن، وانه ازاي يتفنن في انه قدام منه يقاسي كل الوان العذاب والالم. ده طيب. ازاي ده مجرم؟ طيب انا بشكرك جدا دكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه.